اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. حلقتنا النهارده فيها افكار شويه اكتر ما فيها ماتيريال، يعني النهارده بنعمل اكل صحي كالمعتاد، والصحه تاج عروس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. تعالوا مع بعض الشيف المغازي يعمل لنا حاجات وافكار بسيطه. معانا البروكلي، بما ان احنا في ايام الشتاء مش هنعمل شوربه عدس، ممكن تكون الدسمه فيها عاليه، يبقى حد معاه كوليسترول، حد معاه يوريك اسيد. البقوليات زي العدس زي الحمص زي الفول فيها معاناه شويه، واحنا بنعمل دايت النهارده هناخد البروكلي اللي بتنصح بيه دكاتره التغذيه دايما، بيبقى مكتوب على السبور او على الروشته في عياده التغذيه بروكلي كرفس كرومب. هعمل البروكلي النهارده شوربه مع الجزر، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ومعانا جبنه، الجبنه هنا اختياري حسب الحاله الصحيه، عايزين نعمل اكل صحي بنسبه 50%، شويه هيلث شويه صحي مفيش مشكله، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معايا صدور فراخ، عايز اعمل فطيره الفراخ النهارده بطريقتي هتعجب حضراتكم برضو، ما هيش بيتزا لا هي فطيره. مكونات العجينه لوحدها هتبقى صحيه، ونشوف ازاي نحط الفراخ عليها مع تشكيله من الفلفل الالوان مع شويه زعتر مع شويه جبنه، هتعجب حضراتكم، الاطفال هيحبوها والكبار هيحبوها. وما يكونش في انانيه في البيت او في افراد الاسره، ست البيت عايزه جوزها يخس، انت عايزه تخسي، الاولاد ذنبهم ايه؟ لازم نعمل الاكل يناسب كل افراد العائله، الصغير قبل الكبير، هو ده القواعد بتاعتي. الحلو بتاع النهارده بقى مفاجاه، الحلو النهارده مفاجاه، عباره عن شرايح التفاح او رقائق التفاح المشوية بالقرفة والسكر. هنعملها ازاي؟ ده سهل يا شيف. لا خليك معايا وهتشوفي ايه الفكرة الجديدة، ان احنا نعمل رقائق التفاح مشوية بالقرفة والسكر. انا هطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، تتذكروا كلامي ونصيحتي ليكي، يوم في الاسبوع اكل صحي، وتذكري دايما الوقاية خير من العلاج. او هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما معانا اخراج واساتذه مصورين وفريق عمل شاطر جدا بصراحه، يعني انا من وجهه نظري انا اقل واحد في فريق العمل ابذل مجهود، لان الصوره الحلوه دي بتطلع بمجهود كبير. انا اداه وشيف وطباخ، يعني الموضوع بالنسبه لي بهزر، اما اللي هم الصوره الحلوه والاستعراض ده اكيد مجهود. فعايزين نبين ونوصل رساله لكل الساده المشاهدين، المطبخ مش بالكركبه بتاعته، المطبخ مش ان انا افتح التلاجه لا سوبر ماركت، المطبخ مش ان انا اخش وافتح الادراج والدواليب والاقي جبت السوبر ماركت ايا كان اسمه وحطيته في المطبخ عنده في الاخر واقفه مش عارفه اعمل ايه. النهارده المطبخ بتاعي صحي، هعمل شوربه البروكلي بطريقه سهله واحافظ على خضار ولون البروكلي، وهقول لك على السر. هنعمل فطيره بالدجاج، هنعمل الحلو النهارده رقائق التفاح المشويه بالسكر والقرفه. هبدا بايه بقى لو انتوا مكاني؟ طبيعي بالفطيره، فيها عجينه وفيها شغل وفيها شويه ايه مجهود. مقاديرها على الشاشه، حلو، معانا دقيق ومعانا صدور فراخ ومعانا بصل ومعانا توم معانا فلفل الوان، تشكيله من الفلفل اخضر واحمر واصفر. تعالوا نشوفوا نعمل العجينه ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. وانا جاي على بالي اعمل عجينه حلوه النهارده، بوسع لها كده في المكان الحلو ده كده. وانتوا عارفين الشيف المغازي مش بيحب العجان او العجينه بتاع العجان بتاع العجين اللي بيعجن، يعني الجهاز هو اسمه عجان طبعا او خلاط متعدد الاستخدام كلنا عارفينه. انا مش يعني مش بقولك ما تشتريهوش. ايام زمان وامهاتنا رحمه الله عليهم واللي موجودين ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب وطولة العمر، من امهاتنا في الصعيد المصري والريف المصري، الحنان بيطلع من ايديهم، سواء بتعمل عجينه الفطير المشلتت، سواء بتعمل عجينه الرقاق، سواء بتعمل عجينه القرص الطريه، وهي بتعجن كده بتحس بالمتعه الالهيه الربانيه اللي هو الابداع اليدوي. لذلك لما الواحد يروح يشتري بدله او يشتري حاجه يقول لك هاند ميل، يعني حاجه صنع اليد، بتلاقوه غالي، دي غالي جدا. البدله بتعمل مبلغ وقدره الوفات، يعني صح يا فاروق؟ ولا انت عارف انا على طول انت بتعود تلبس الحاجات دي. ولكن الهاند ميل بتاعي النهارده هشتغل العجينه بايدي مش بعجان، ودي متعه بالنسبه لي الامانه والله. العجان والله العظيم معايا بس ما بحبش استخدمه، صوته بيزعجني وما بحسش بالمتعه الطهويه وانا شغال. اول حاجه احط الدقيق، الله هو ده، حلو. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل عجينه حلوه الفطيره اللي هعملها دلوقتي وانا شغال. انا في اعتقادي يعني
واحنا بنعمل العجينه كانك بتبني الهرم الغذائي. يعني ايه يا عم الشيف؟ اه هرم غذائي. مكونات العجينه دقيق، الله، وبيض، يعني بروتين. اه واحده واحده، حلو. والقمح طبعا جيلاتين والياف وحديد، ومن نعم ربنا علينا القمح فيه كل حاجه. اه حلو. طيب انا حطيت دلوقتي بيضه، وحطيت شويه بيكنج باودر، وحطيت شويه حليب. دي عجينه مش عجينه حلو، عجينه حادي. دايما الشيفيه اساتذتنا يعني وحبايبي يقول لك انت شيف بارد ولا سخن؟ ايه يا عم، انت سلاطيري ولا جرد منجير؟ يعني الشيف شيف، يطلق عليه شيف لما يكون متعدد المواهب، لما يكون واخد رمز الكره الارضيه، يخش اي مطبخ يخترقه كده زي الناس اللي بتخترق الكومنتات الاكونتات ويجيب كل الاكل اللي نفسنا فيه. هو ده الشيف. حلو الكلام. اه هنحط شويه ملح. هتقولي لي ملح ليه وسكر ليه على العجينه؟ اتعلمناها كده. لا لازم تفهمي ليه، ليه بنحط سكر ونحط ملح على العجينه، وده مهم جدا. السكر بيخلي العجينه بتاعتي كريسبي، ويعمل عمليه توازن ما بين الملح اللي بيساعد على ماده الجيلاتين ان هي تشتغل ساعه التخمير. طب هتقول لي يا شيف مغازي انت مش حاطط خميره هنا، انت هتخترع ولا ايه؟ ما يا استاذ الفاضل البيكنج باودر زيه زي الخميره، ماده رافعه. الدقيق بتاعنا بلعب انا، بلعب انا رايش حاجه انا. شفت اهو، وامسك كل المقادير دي كلها مع بعضيها. هتقولي لي انت عليك من ده بايه؟ وكنت جبت العجان وحطيتها، والله العظيم المتعه هنا انك تصنع دي ازاي دلوقتي واحنا مع بعض. حلو، تعالوا مع بعض. يلا نمسكها نفلفلها كده كاننا بنعمل الكسكسي. هي دي الشطاره بقى. اهو فين الماده الدهنيه هنا؟ انا بعمل اكل صحي، بعمل عجينه صحيه. لا جبت زبده حطيتها، ولا سمنه، ولا زيت. زي ما انا شغال كده. هتحتاج شويه حليب، وانا معدي على السوبر ماركت جبت الحليب بتاعنا. دسامه قليله يا عم الحاج للموظف، انا عايز حليب دسامته قليله، عايز زبادي دسامته قليله. فانت ليك الاختيار هنا، يا اما تحطي زبادي قليل الدسمه، يا اما تحطي حليب قليل الدسمه، زي ما انت عايزها. شغال كده. شفت بقى العجينه بتطلع بين ايدي كده، بتحس انك انت بتصنعي شيء. بتستمتعي بنعمه الله سبحانه وتعالى على الانسان. شفت السنبله بتاعت القمح بين ايدك عامله ازاي؟ شفت البيضه اللي حنت علينا الفرخه بيها؟ اضحكي. ها انا لازم اقول المصطلحات الحلوه دي بتعجب حضراتكم، وانا من هنا بعرف الكلام ده لما بتقابل مع متابعينا. بيقول يا شيف بيعجبنا فيك السلاسه والبساطه، وتشوانا ان احنا نقعد ما نروحش لا بعيد ولا شمال ولا يمين. هتحتاج شويه حليب، ما زودتش ميه لان العجينه دي لازم يكون لها قوام كده معين، ما تكونش ناعمه قوي ولا طريه قوي. الله، زي الفل. هتشوفي دلوقتي البلانشه دي تقطعي عليها المانجا وتاكليها. دايما لما يقول لك الحاجه نظيفه تقطع عليها المانجا وتاكلها، يعني دلاله على ان هي نظيفه، والمانجا اكتر حاجه ممكن تكرف او ان هي لونها يتغير مجرد ما تتحط في حاجه مش نظيفه. شفت انا بعمل بلم العجينه العجانه. فين الدقيق؟ شفت العجينه فين ازاي؟ هنا المتعه. فرحان بيها. هقول لك على علامات دلوقتي تقول لك ان العجينه ماشيه معاكي صح. شفت دي؟ شفت الفراغات دي؟ شفت الشكل الانسيابي ده؟ ده ماده الجيلاتين. الشيف مغازي الدقيق له صلاحيه؟ بجد؟
تعرفها ازاي؟ جبت كيس دقيق من اي سوبر ماركت وحطيتيه وربنا كرمنا بسفريه، رحنا جينا والدقيق موجود في البيت. هل هتفتحي الخزانه او المطبخ وتطلعيه وتستخدميه؟ لا طبعا. لازم تعرفي وانت بتعجني العجينه ان الدقيق ده صالح ولا مش صالح ازاي، هو ده الكلام. وانا بعجن العجينه كده بالشكل ده كده العجينه ما تمطش معايا. شفت العجينه لسه بعجنها ده اهي، مع ان ما فيهاش خميره اهي، شفت المطاط اهي، هي دي ماده اهي اهي اهي، ده لسه لما تتخمر كمان اهي، شفت العجينه اهي اهي. عشان كده بقول لك تعجنها لمده 5 دقايق علشان عضلاتها تطلع اهي. شفت العجينه اهي، هو دي المفاصل دي والمعطيات دي والفواصل دي بتقول ان العجينه زي الفل. هلمها كده ومش همسح الكاونتر بتاعي زي ما هي كده ونخليها هنا. حلو الكلام، تعبت شويه بس متعه. العجينه جاهزه، هنبدا نشتغل في الفراخ اللي احنا هنعملها للفطيره بتاعتنا. هستاذن الاستاذه ريحاب عشان اعتقد ان انتوا حضراتكم نسيتوا المقادير، نشوف مقادير الفطيره اللي هعملها دلوقتي. طاسه على النار شديده الحراره، معرفش ايه اللي بتفيك معانا، فراخ ومعانا دقيق ومعانا بصل وتوم وفلفل الوان وزعتر وروزماري. هنحط شوية زيت هنا، حلو، ده التوبنج بتاع الفطيرة بتاعتي. شفت أنا بدأت بإيه؟ بدأت بالعجينة، عملتها وركنتها على جنب، وهشتغل وأعمل الإيه؟ التوبنج بتاعنا وإحنا شغالين كده مع بعض. حلو الكلام؟ صدور فراخ، فلفل ألوان، بصل، توم. البعض يتساءل واسئله كتير بحضراتكم بتسالوها، شيف مغازي انت بتقف في المطبخ فجاه الاكل بيطلع معاك، احنا ممكن نقف ساعه 2 3 نعمل الحاجه اللي انت بتعملها دي. والله انا دايما اقول على عينك يا تاجر، يعني الميه تكدب الغطاس. العجينه انا عجنتها مع حضراتكم حتى دايما الزملاء يقولوا لي طب ما نعجن عجينه ونطلع بالجاهزه وده المعتاد او ده، لا انا بحب كده، بحب العجينه معايا ليه؟ انا منظم وقتي على العجينه دي، ما تاخد مرحله التخمير وهنشوف شفناها في البدايه كانت عامله ازاي، وبعد 5 دقايق من الان هنلاقي لها شكل تاني ومن جوه تفاصيلها خدت شكل تاني. الكلام ده هنشوفه دلوقتي. معانا بصل ومعانا صدور فراخ لطيفه وحلوه طازه، بقطع الفراخ دي مكعبات بالشكل ده كده مع البقدونس الحلو ده، عايزه طب تنفع يا شيف بغير الفراخ؟ تنفع. عايزه تعملها بالسجق؟ اهلا وسهلا. عايزه تعملها بالجمبري؟ اهلا وسهلا. اختياري ده بصله ناعمه، قرن فلفل حلو زي ده كده، حلو، فص ثوم حلو، معانا روزماري. الله، اشوف الروزماري ده على طول عينيا تجيبه اهو. ناخد ده كده معايا طاسة على النار، شفت الحشوة دي لطيفة قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الطاسة الحلوة دي كده وننزل بالفراخ دي، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انا كده واقف اهو. مخرجنا عايز يشوف الصورة الحلوة. الله، هو ده هو ده، على عينك يا تاجر. شكرا. شفت النظافة؟ شفت الروقان بتاعك؟ نرجع البرانشة تاني ونشتغل. نقلب دول مع بعض. نعم، ما ينفعش طبعا. مخرجنا بيقول ايه؟ ممكن نحط الفراخ نية مع الفطيرة؟ لا، ده موضوع تاني غير مقبول. لازم الفراخ تستوي بالشكل ده كده بالتوابل دي كده، شوية فلفل اسود، شوية ملح، بابريكا، الزعتر اللطيف. انت بتعمل اكل صحي يا شيف؟ شفتوليش استخدمت لا زبده ولا زيت؟ نعم يا غالي،
هي معلقه الزيت. طب انت امشي على القاعده دي بس، ولما اقول الوقايه خير من العلاج، يعني دايما تكون انت عامل نسبه وتناسب وعامل كنترول في استخدامك للدهون او للماده الدهنيه اللي بتستخدمها في الاكل، سواء زبده سواء زيت. دايما يقول لك ايه، عامل رجيم ما تاكلش رز. لا، انا عامل رجيم هاكل رز صبح وليل وافطار وكل حاجه. اخواننا الصينيين واليابانيين الرز المصري مغرق الدنيا عندهم. ليه يا عم الشيف؟ لانه بيستخدموه في السوشي فطار وغدا وعشاء. بتشوف حد تخين منهم؟ ابدا. لان الرز المصري احنا لما بنيجي نستخدمه احنا اللي بنأذيه. يعني رز معمر يتحط فيه سمنه بلدي وقشطه وتقولي لي الرز مضر؟ يعني رز نعمله بالحليب دسم؟ خلونا نقطع الخضار بتاع الفطيره بتاعتنا بالشكل ده كده، برضه هنقطعه مكعبات. واستاذن حضراتكم لان وقتنا بيحكمنا، هناخد فاصل صغير ونرجع. مش هعمل حاجه في الفاصل غير ان انا اقطع الخضار واجهزه عشان نفرد العجينه مع بعض ونشوف ازاي نعمل فطيره الدجاج بطريقه بسيطه وسهله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عجينه فرحان بيها، كل ما ايدي تمسكها حنان وحنيه. هفرد العجينه الحلوه دي كده. هقول لك نصيحتي بقى، لما تعجني عجينه وتسيبيها ترتاح شويه، ما تعجنهاش تاني غير لما تفرديها، لانك انت لو عجنتيها وجيتي تفرديها مش هتمط معاكي. العجينه دي فيها بيض، فيها حليب، الماده الدهنيه هنا مفيش، زيرو، اذا كان زبده ولا زيت. درجه حراره الفرن عندي 180، الفراخ على النار، باخدها زي ما هي كده، الفطيره الحلوه دي كده. الله، اهي زي الفل. عندي هناخد الصينيه بتاعتنا الحلوه دي كده، وارد انك تعمليها في قالب زي ده كده، والحاجات دي موجوده في اي محل من الادوات المنزليه زي ما هي كده. هاخدها الاول بحدد، اشيل الزوايد دي مش عايزها، حلو، ارجع الصينيه زي ما كانت، واخد العجينة الحلوة بتاعتي دي كده. شفت الأفكار دي؟ اهو عجينة فيها كل حاجة أنا بحبها. نعم يا غالي، ما أنا قلت في البداية أنا مش بعمل بيتزا، الموضوع هنا مختلف، في فراخ، في بهريس، في صوص شغال عليها. اهو اهو شفت الحلاوة دي كده. حلو، دي فراخ خدناها طبعا في التسوية، شفناها مع بعض، بنقلبها، بناخد الفراخ تقريبا نص سوا، بنوزعها هنا بالشكل ده كده. معانا فليفلة ملونة. ميزة الفطيرة دي فيها كل حاجة احنا حابينها، مكوناتها صحية، الفلفل الألوان الجميل الحلو ده كده زي ما هو اهو، بناخده هنا كمان. الله، حلو، هناخد الفلفل ده بنوزعه هنا بالتساوي. شفت الفطيره وجمالها؟ شفت الحلاوه دي؟ اهو زي ما انا شغال كده اهو، لسه ما خلصتش، هعمل لك كل حاجه نفسك فيها دلوقتي. انا عارف انك بتحب الالوان دي، كل واحد بيلعب على الحته بتاعته. يعني ايه؟ هو عايز يجيب الوان، ما يهموش بقى ايه الحاجة سخنة على ايدي، لا خالص، هو أهم حاجة الألوان اللي هو عايزها دي. لسه ما خلصتش أنا، خلي بالك، زي ما أنا شغال كده، مكان الفراخ دي، مكان الفلفل ده، معانا قليل من الحليب. ما أنا عايز العجينة تستوي، خلي بالك، ده مهم جدا. بنقلب الخليط ده كده،
بشويه التوابل الحلوين دول ونخطهم بنسقطهم كده على وش الخضار ده كده. درجه حراره الفرن عندي 180، درجه حراره الفرن عندي 180، بدخلها الفرن. الشاطر بقى من الساده المشاهدين، وانا عارف ان انتوا اشطر مني بكتير، تقولوا لي دي هتتحط فين؟ في ارضيه الفرن؟ لا لا يا ولدي، لا يا ولدي، ده سنه اولى مطبخ اللي انت بتقوله ده. دي تتحط في ارضيه الفرن اهي زي ما هي كده اهي. اللهم صل على النبي. بص عليها كده ودلعها بقى زي ما هي كده اهي. حلو. تعالوا مع بعض نعمل شوربة البروكلي سريعا. مقاديرها على الشاشة. طاسة شديدة الحرارة على النار، ونروق الدنيا كده عشان نشتغل مع بعض. اهو اقفل الفرن. قول لي اقفل الفرن. مقادير الفطيرة شفناها مع بعض، مكوناتها العجينة في قلب الفرن، عايزة من التايم بتاعنا تقريبا 20 دقيقة. ازاي نعمل شوربة البروكلي يا عم الشيف؟ مقادير بروكلي، معانا بصل، معانا ثوم، قليل من الزيت، دي مش بتاخد وقت كبير على فكرة، وجبنة شيدر وملح وفلفل. حلو قوي. بس الطعم هيجي منين؟ البروكلي لما نيجي ناكله ما بيبقاش طعمه لطيف قوي على فكرة، مش الكل مش بيتقبله، وعشان نتقبله بنحط له ملح كتير، خلي بالكم. فأنا أعمل إيه هنا يا عم الشيف؟ عندي جزر، بس الجزر هنا هيتقطع بشكل هندسي لطيف كده، يبقى شكله حلو في قلب الجزر، في قلب الكوسه. هناخد كده الجزر ده كده، لان البروكلي ما بياخدش وقت كتير في السوى اهو. ده لما يستوي طبعا الشرايح الرفيعه دي بيبقى شكلها حلو، لانها بتاخد شكل حلزوني بعد كده. حلو اهو، نفس القصه، خلي بالك اوعى تعوري نفسك بالسكينه اهو. حابب ان انا اقطعه معاكم كده زي ما احنا شغالين، وجود الجزر مع البروكلي انسجام. هناخد البروكلي الحلو ده كده بنحطه في قلب الطاسه او في قلب طبق الشوربه. الله، سامعين الصوت الحلو ده كده؟ هو ده. نعم يا غالي، هقول لك دلوقتي بقول تحافظ على خضار البروكلي ازاي. لازم ينزل في طاسه سخنه. لما انزل بالطاسه السخنه بحط عليه شويه ملح والماء المغلي. خلصت الشوربه بتاعتي اهي. بس خلص. حلو. الجزر الجميل الحلو ده كده الاولاد هيحبوه في قلب الشوربه. شوربه حلوه ناقصها الكرفس. هينزل دلوقتي الكرفس. امتى يا عم الشيف؟ بعد الشوربه دي ما تستوي. ولكن قبل ما اطلع الفصل بتاعي عايز انوه على حاجه مهمه جدا. من المعطيات من الخبره الطهويه، البروكلي دايما لما تيجي تستويه تلاقيه اسود منك وشكله ما بيبقاش لطيف. على عينك يا تاجر، والصوره تعني مليون كلمه. الخضار ونضاره الخضار بواسطه ماء مغلي وملح في حاله سلق البروكلي بالذات، والسبانخ والخضروات اللي هي خضارها لونها فاتح. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف رقائق التفاح المشويه بالسكر والقرفه مع شوربه البروكلي مع فطيره فيها الهرم الغذائي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. كان لحضراتكم بعد الفاصل كالعاده. على عينك يا تاجر، البروكلي استوى مع جزر، وانا اضافه الجزر للبروكلي هنا بكسر الطعم بتاع البروكلي. كلنا عارفين البروكلي له مذاق خاص مع بصل وتوم وجزر في قلب الطاسه وجبنه الخلاصه. الله، حلو قوي. شيلناها على جنب دي كده بالراحه خالص. الشوربه هنا بتغلي. توابل البروكلي، طبعا البروكلي بريء من الكمون، بريء من الكزبره اللي هي التوابل الشرقيه. توابله حاجات لطيفه خالص، هما شويه بابريكا صغيرين، شويه فلفل اسود، وخلص الكلام. طبعا حاطط زعتر في الاول. التقليبه الحلوه دي كده
نعم يا غالي. حاضر عينيا. انت عايز تشوف الحاجه الحلوه؟ الفلفل الالوان اللي عجبك. طب نبص عليها كده، بص على الحلاوه بالله عليك، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. فطيره جميله جدا بتتكلم مصري. خلونا نطلعها مع بعض. خلي بالك دي سخنه يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. يلا بينا. الله، اللهم صل على النبي. اهي بص عليها بالله عليك كده وغازلها. الحاجة الحلوة تتغازل. شفنا فطيرة فيها تفاصيل كتيرة، هنوسع لها كده للحلوة دي، عشان عايز اعمل دلوقتي رقائق التفاح بالقرفة بتفاصيلها الصغيرة، هتعجب حضراتكم اكيد. انا هخليها زي ما هي كده. نعم يا غالي. حاضر يا فندم. حاضر. مخرجنا عايز نشيلها من الكفر بتاعها او من الداير ده، مع ان هي سخن، بس انا بقى ايه اسمع الكلام. شفت الحلاوه دي؟ الله اكبر، اللهم صل على النبي. اهي اهي اهي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ خدت وقتها في الفرن، واللي هياكل منها يدعي لي. حطها فين يا فندم؟ حاضر عينيا، حطها لك هنا. فطيره فيها تفاصيل كتيره، بالشكل الجميل، العجينه، مكوناتها، اللطافه. ولكن بيسالوني دلوقتي في الكنترول، بيقولوا لي يا شيف مغازي ديت صحيه؟ يعني ما فيهاش، احنا عاملين العجينه مع بعض، مكوناتها عجناها مع بعض، التوبنج كان مع بعض، اللي هو عباره عن دجاج حمرناه مع بصل وتومه وشويه زعتر، وبعدين خدنا الفلفل الالوان مع بصل وبرده فليفر، وحطيناهم على وش العجينه بتاعتنا، والميزه ان العجينه استوت مع التوبنج بتاعها او الحشو. طب تعالوا مع بعض نغرف الشوربه بتاعتنا ونخلص منها كمان بالمره. ايه الاخبار؟ جبنه؟ جبنه اهي. بصراحه البروكلي بيحب الجبنه الشيدر، والشيدر بتحب الجبنه البروكلي. اهو شوربه لطيفه وجميله، نغرفها ونخلص منها كمان بالمره، عشان عايز بقى ايه اروق الدنيا على الحلو، لان فكره الحلو ده سهله وبسيطه وهتعجب ولادك للامانه. اخبار الشوربه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله، شوربه البروكلي بالجبنه والجزر، القوام لطيف وجميل، ممكن الواحد يشرب شويه وياكل عادي، انما لو الشوربه تقيله مش هتخليك تاكل كتير. نشيل دي نخليها على جنب، ونستاذن فريق العمل الجميل مقادير رقائق التفاح المشويه بالسكر والقرفه. مقاديرها على الشاشه، بسيطه وسهله. ده كرفس طبعا حطيناه كده اول ما الشوربه بتطلع من النار. وتعالوا اشتغل في الحلو ده، عايز اعمله على مزاج رايق. في حلويات لما نيجي نعملها بتروح لاي محل بتاع حلويات مش هتلاقيها عنده، انت بس اللي بتعمليها، فعشان كده لازم نهتم فيه، لان الحلو ده بالتاكيد هتبقى صاحبه الفكره انت. ولادك هيقول لك يا ماما تسلم ايديكي. والمقادير بسيطه وسهله، معانا كوبين من الدقيق او كوبايه دقيق حسب الكميه، حليب برضو الدسامة فيه قليلة، بيض وتفاح. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، ومعانا شوية سكر وشوية قرفة. حلوة أوي. هنشتغل مع بعض كده بسرعة، نعمل الخلطة بتاعة البانكيك اللطيفة الجميلة. اللهم صل على النبي. معانا الدقيق، معانا بيضة واحدة كفاية. حلو، بناخد من الدقيق شوية حلوين كده، شوية حليب، ونقلبهم مع بعض. ولكن للأمانة والمصداقية، وانتوا عارفين الشيف المغازي واضح، انا هحط يعني معلقة زبدة صغيرة
معلقه زبده صغيره اهو، ده بيض وحليب بالشكل ده كده، وهنحط شويه سكر حلوين، وهنحط معلقه زبده صغيره بالمعلقه عشان العيار ما نكترش، احنا بنعمل اكل صحي. اهي زبده سايحه. ليه الزبده يا عم الشيف؟ بتخلي عجينه البانكيك طريه. حلو، نشيل الحليب ده من هنا، وتعالوا نشوف الشيف المغازي هيعمل ازاي رقائق التفاح المشويه بالسكر والقرفه. دي محتاجه شويه دقيق كمان. في قوام للبان كيك لازم انت تحسيه وانت شغاله بايدك كده، هو ده اهو. طعم الفانيليا في الخلطه لطيف وجميل. اوعى المضرب تكون عامله فيه شوربه ولا حاجه ولا بصل ولا توم، الحاجات دي لازم تشيك عليها. بناخد الخليط الحلو ده نخليه على جنب، ومعانا رقائق التفاح بنشتغل فيها، معانا البصل، معانا الزبده اللطيفه بنخليها على جنب. فين التفاح؟ هو ده. بنيجي هنا نقطع التفاحه كده، احنا معانا كام واحده؟ معانا اربعه. حلو، انا عايز الاربعه. بنشيل قلب التفاحيه كده علشان البذر الصغير ده كده، ده الطبيعي اهو. اذا عندك مقوره اهلا وسهلا، زي ما انا شغال بالسكينه كده برضو اهلا وسهلا. حلو، معانا قرفه، معانا سكر، معانا قليل من الزبده، كميه قليله. فكرة ان انا اعمل حلو بالطريقة السهلة دي علشان ولادك يعرفوا انك انت بتعملي حاجة حلوة في البيت، حماتك عندك زيارة مفاجأة بتفاجئيها بحلو. هاخد الطاسة الحلوة دي كده واقف هنا كده، النار اخبار هي يا عم الشيف، خلي بالك تهدي النار. البان كيك مش محتاج نار شديدة، اهم حاجة ان الطاسة اللي بتشغلي فيها من البداية خالص تكون سخنة. زي ما انا هشتغل دلوقتي، بناخد السكر بنحطه هنا كده، شفت الشقاوة دي؟ يتكرمل كأنك بتعملي كراميل. حلو قوي، رقائق التفاح المشوية بالسكر والقرفة، معانا قرفة اهي. الله عليك وعلى والديك يا راجل يا طيب. زي ما كده احنا شغالين الزبدة، شفت انا سايب الحلو للاخر ازاي؟ معايا حق يا استاذ رحاب عشان يتعمل على مزاج رايق، شفت الجو ده؟ هو ده، دي زبدة. ناخد الخليط الحلو اللي معانا ده كده، اللهم صل على النبي. المغرفة بتاعتك ما يكونش مكانها اي حاجة، وبنعمل التركية دي كده. رقائق التفاح اللي عندنا، الله عليك يا عم الشيف، بنحطها كده، شفت الجو ده كده؟ هو ده هو ده. ونكمل كده، والله فكرة، ده الولاد معترضين دايما على شكل التفاح وهم بياكلوه. اهم حاجة تهدي النار واحنا مع بعض، وطي النار يا عم الشيف زي الفل كده، حلو قوي. تمام، هنقلبها ازاي مع بعض؟ واحدة واحدة، الحاجات دي لازم نحط في الحسبان. خلينا نولع دي كده عشان تساعدني شوية. أهم حاجة رشة السكر الجريئة
مع القرفة مع الزبدة في البداية خالص، دي اللي هتديك طعم الكرملة. حلو الكلام اهو. واحنا مع بعض قالب يا عم الشيف، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ لف على محلات مصر كلها بقى، وكل المحلات اللي بتاعت الحلو اللي في الحتة واللي بره الحتة، دور على الحلو ده كده مش هتلاقيه غير عندك انت وبس. اهو واحنا واقفين مع بعض بنتسلى. عايزين احنا كام؟ 20 واحد. هنعمل 20 واحدة واحنا مع بعض زي الفل. نجيب طبق التقديم، فطار عشاء بالليل، فطار عشاء بالليل هيعجب ولادك والله صدقيني. انا هعمل استاذة رحاب اديني وقت واقسم لك بالله هعمل لك الكمية اللي انت عايزاها. بس هعمل ايه؟ انت بتقولوا لي يا شيف خلص. اخلص ولا اشتغل؟ يا فندم. حاضر. باخد التفاحية دي كده، نعمل شوية مع بعض. فكرة حلوة. بتجيب المقورة بتاعت الكوسة، بتشيلي قلب التفاحية زي ما أنا عملت كده أهو، ونخليهم على جنب. هتلاقي التفاح اسود منك وتحطيه في محلول حامض. إيه الأخبار؟ طبق التقديم فين؟ أهو. الله يا عم حافظ، الحمد لله على السلامة. شفت دي ازاي؟ بص عليها اهي اهي، كمان واحدة اهي. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ اهو اهو. هنعمل كمان أربعة بس وننهي الحلقة اهو مع بعض. كمان أربعة تاني. سكرك الله، كراميل يا كراميلا، قرفة ناعمة عيني اهو. حاضر عيني. قرفه ناعمه الله، زبده. شفت الجوده؟ الله على الريحه الحلوه. يا بختك يا شيف، يا بختك يا شيف. حد زيك. هعمل ايه المره دي بقى؟ المره دي مختلفه شويه. ليه؟ لان في فراغ هنا جوه التفاح. هنعمل كده كده، ده طعمته اهو كده اهو، ونوزع الخليط بتاعنا. وانا شغال واحدة واحدة. الف هنا وشيفة للي ياكل. فكرة سهلة. لفيت كل المحلات بتاعت الحلو مستحيل تلاقيه. عيني. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. حلقتنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين شوربة البروكلي بطريقة بسيطة وسهلة. الفطيرة الجميلة الحلوة، الصورة الحلوة بتتحدث عن نفسها. رقائق التفاح الجميلة الحلوة اللي أنا عملتها دلوقتي مع رشة القرفة، والقرفة مفيدة في أيام الشتاء وأيام البرد. حلقتنا النهاردة يعني بساطة، يعني سهولة، يعني مرونة. سيبونا أعيش مع الفطائر الحلوة، يعني الكلام الحلو ده بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ أكيد طبعا من ماس بيرو. We'll be right back.